كالموظف. انا كمواطن يسقط الكايد كمواطن على ما اعتقد انه بس في معي هويه انه مواطن اردني ورقم وطني، لكن حقوق ما في، حكومه ما لها دخل يعني. تامين صحي ما في، شغل ما في. انا مواطن اردني عندي ولدين وبنتين زي كينج عبدالله، لانه بجوز ما بفهم علي. تو بوي تو جير سيم سيم، تو بوي تو جير فاهمه بلغته انجلش. اولادي باكلوا اكل بسيط جدا، بندوره خيار خبز. هو يحب قلايه البندوره كمان. اي ثينك يو دونت نو وات وي ايت. اي ثينك يو جاست واتش تي في فوتبول جيم. All the people in the world say, where's Messi? Where's Messi? Where's Abdullah? Where's Abdullah? You have many, many million dollars from our blood. Where are you now? Why? We are very, very poor. Have no money, no food, no gas. You're very rich. The world. انت كثير غني اذا بتفهم عربي وبتعيش اولادك ومعك مليارات الدولارات. الاكل اللي انا اكله انت ما بتاكله، ما بتعرفه. بالجيش عملوا لك قلايه بندوره، شيء كثير واو، اول مره تاكله ما بتعرفه. بس احنا دمنا كله بندوره وبصل وعفن من قله الادويه والاكل. اولادي نظامهم الغذائي سيء. السي فود يعني الاكل البحري يا عبد الله ما نعرفه، انت تعرفه بالجزر تاعاتك من جيبتك واموالك كله مني ومن دمي.